انت شايف ان هو الكليه بتقدم لك يعني في امن مثلا في الفتره دي والدنيا انت وانت جاي الصبح في حاجه حصلت او في اي حاجه؟ هو الدنيا امان عادي عندنا، مفيش اي حاجه، بلد الحمد لله امان يعني مفيش مشكله، بس في بس في ناحيه الميدان التحرير بس اللي فيها، لا غير كده مفيش. شايف ان دراستك ترجع الفتره دي؟ عشان البلد تستقر بس. عفوا، بس عايز اخد رايك في رجوع الكليه في الوقت الحالي، شايف ان هي وقتها مناسب؟ لا، رجوع الكليه دلوقتي وقت مش مناسب، لان في قلق وان الناس خايفه تنزل، وانا كنت خايف انزل النهارده، بس هعمل ايه وكده. الدراسه يعني الدراسه هي بتحتم عليا ان انا انزل دلوقتي، بس المفروض ان عميد الكليه او المسؤول عن الكليه ان هو يأجل فتره الدراسه شويه، بحيث ان الجو يهدى شويه، لان دلوقتي في قلق كتير. في ناس كتير بيقولوا القلق جوه ميدان التحرير بس، بره الميدان مفيش قلق، وان رجوع الدراسه هيساهم ان القلق يقل. بص، هو ممكن ما يكونش في قلق بالنسبه للشباب، بس في قلق بالنسبه للبنات، لان البنات دلوقتي بقت خايفه تنزل من حالات التحرش والاغتصاب اللي سايده البلد دلوقتي. بس هو اغلب الحالات اللي سمع عنها كانت جوه الميدان، برده ما كانش في حاجه بره الميدان بشكل عالي، ما سمعتش عن حوادث اغتصاب كتير او عن حوادث تحرش، غير هي حوادث جوه الميدان. انت سمعت عن حاجه هنا في القرب؟ لا، ما سمعتش، بس الناس خايفة. أنا قصدي إن هو خوف، يعني خوف إن دلوقتي مثلا في بلطجية، مش لازم يكونوا في ميدان التحرير، ممكن يكونوا في المدن العادية، بس يعني دلوقتي بقى عندهم اطمئنان إن هم ممكن يعملوا أي حاجة زي كده، عكس الأول مثلا كانوا بيخافوا من الشرطة، كانوا بيخافوا من الجو الأمن. أما دلوقتي ما فيش حد خايف، يعني ممكن أي حد يعمل أي حاجة هو عاوز يعملها، عكس الأول. الأول كان في أمان وكان في استقرار، اما دلوقتي عكس كده خالص. عفوا، تاخد رايك في رجوع الدراسه في الوقت الحالي، شايف ان هو مناسب؟ هو حاليا ده مناسب عشان البلد تستقر مش اكتر، بس احنا عايزينها مناسب عشان مثلا البلد تمشي شويه، ان احنا دلوقتي لو اجلنا الدراسه وكل حاجه عشان كل حاجه مثلا مش هنعرف نتصرف تاني، بس احنا حاليا دلوقتي عايزين الدراسه تمشي والشغل يمشي وكل حاجه تمشي ان شاء الله. بس هو في ناس بيقولوا ان مفيش امن، فهم خايفين ان هم ينزلوا الكليه في الوقت الحالي، شايف ان ده كلام مظبوط يعني؟ هو مفيش امن، بس مش هنعرف نعمل ايه طيب، بس احنا لازم نكمل دراستنا عشان نوقف الدراسه مع الدراسه كده الدنيا تقلق اكتر، بس احنا لازم نكمل الدراسه. انت شايف ان الوقت مناسب وان نزول الدراسه في الوقت ده شيء مطلوب؟ ان شاء الله مناسب باذن الله. تعرف بيك؟ احمد فاضل كمال. انت طالب في سنه كام يا احمد؟ سنه 5 طب عين شمس. طيب انت شايف احمد ان الدراسه رجوعها في الوقت الحالي وقت مناسب؟ ان شاء الله. احنا لازم كل واحد ينزل من بيته، اي طالب اي كده لازم احنا نستمر، يعني احنا مش هنقف قدام اي حاجه. الكليه بتاعتنا لازم، حتى لو في اي حاجه مفترض احنا، يعني احنا قبل كده كان في اللي هو كان احداث العباسيه وكده، كان في ايام احنا اللي كنا بنحمي الكليه بتاعتنا، ما كناش بنخلين اي حد يعني يجي عندها خالص، يعني لان احنا ان شاء الله مستمرين في اي مكان. يعني دكتور، انت شغلك ان انت بتدرس هنا في الكليه وبتروح المستشفى ساعات، هل ده وقت يعني هل شايف ان هو امن انك تتحركوا من الكليه للمستشفى من غير؟ والله احنا بالنسبه لنا يعني ما فيش مسافه قوي، يعني يعتبر الاثنين في مكان واحد، فما فيش مشكله ان احنا نتحرك، يعني عادي ما عندناش اي مشكله. يعني اصل هو لو حصل اداء المستشفيات او حاجه كان بيحصل فتره كده كان والله احنا اصلا حتى كان في وسط الضرب احنا ما كناش بنسيب الكليه او بنسيب المستشفيات، لان المفترض احنا اللي واقفين فيها، يعني حتى احنا كنا في الميدان او كده، ففي وسط الضرب وكده ما كناش بنسيب الميدان برضو. يعني شايف ان الضرب ان رجوع الدراسه مهم جدا؟ اكيد طبعا، من غير اي حاجه. ماشي، شكرا. بس كنت عايز اخد رايك في رجوع الدراسه في الوقت الحالي، شايف ان هو مناسب؟ هو بالنسبه للجامعه او التعليم العالي او البنات الكبيره دلوقتي لا، بالنسبه للاولاد ممكن الخطوره اقل شويه. يعني انت مثلا لو عندك اخوات بنات او عندك حاجه ممكن تنزلهم الجامعه في الوقت ده لو في؟ لا، حتى لو الدنيا امان، مش انت شايف ان هو دلوقتي لسه مش امان؟ اولاد مش امان، يقول لي امان يبقى مش صح يعني، بس فمش امان خالص. فجامعه وفي التجمع الكبير ده لا ابدا. انت شايف ان هو مش شايف ان ده ان هو ده هيقلل شويه في حاجات بس في البلد يعني نزول؟ والله هو كل سنه يعني امتحانات، الترم بيقل والترم بيتضغط والنتيجه مش كويسه والدكاتره مش بيراعوا ده في الاخر يعني، وفي نفس الدبله في وبيعيدوا السنه بسبب هم مش ذنبهم هم اصلا، بذنب البلد والناس مش بتراعي في الاخر.
بس فالدراسه مش هتاخد حقها في الاخر كل دوت، حتى لو اسبوع واسبوعين ده بيأثر بالذات في الكليات العمل يعني غير الحقوق والتجاره وكده. كليه ايه؟ هندسه. ده بيأثر عليك في السكاشن والحضور وكده؟ اكيد اه اكيد، مثلا الحاجه اللي عايزه سكشنين بتاخد سكشن واحد، فاكيد مش بفهم زي العادي يعني، بفهم اقل فبلاقي صعوبه ما اعرفش احل كويس في الاخر يعني. بس شكرا. بس كنت عايز اخد رايك في رجوع الدراسه في الوقت الحالي، شايف ان هو مناسب ولا لا؟ والله انا شايف ان هو مناسب، لان لو احنا ما يعني لو الدراسه ما رجعتش دلوقتي واحنا وقفنا عجله البلد كلها انتاج واقتصاد وكل حاجه وقفناها دلوقتي على الظروف الراهنه يعني البلد مش هتمشي، مش هيبقى فيها ماشي خالص. في ناس بيقولوا ان الجامعه مش امان، هو صعب ينزل اخته او بنته او لو عنده مراته في بتدرس او حاجه صعب ينزلها. انت شايف ان ده حقيقي؟ انت عندك اخت هتنزلها الكليه؟ وممكن فعلا، ممكن فعلا يبقى الوقت فعلا صعب ان انا انزل اختي او مراتي فعلا الجامعه، ده هيبقى وقت صعب فعلا بالنسبه لظروف البلد اللي حاصله. بس الناس لو دي بالظبط بمثابه الثوره، لان لو استسلمنا للواقع وقعدنا في بيوتنا مفيش حاجه هتتغير، البلد برضه هتفضل واقفه، اللي قصده يخرب واللي قصده يفسد هيفضل شغال زي ما هو مش هيبطل. واحنا كده اللي هندي له فرصه، لان احنا كده يعتبر بنستسلم له، لكن احنا لازم نيجي ونمارس عملنا عادي ونشوف دراستنا ونعمل كل حاجه عادي، مفيش مشكله. الدراسه لازم تستمر في اي ظروف. اه مفيش مشكله تستمر عادي، ودلوقتي ورجوعها مناسب جدا مفيش مشكله. صار معاك؟ الدراسه رجوعها مناسب في الوقت الحالي؟ اه لازم، ما ينفعش البلد تمشي من غير دراسه اصلا، من غير تعليم، ما ينفعش البلد تمشي من غير تعليم اصلا. شايف ان هو البلد امن عشان خاطر الدراسه ترجع ولا شايف في ناس بيقولوا ان البلد مش امن لرجوع الدراسه، شايف ايه؟ ماشي، لازم كلنا نقف جنب بعضينا ونقوم البلد. شكرا. كاخد رايك، انت شايف ان هو رجوع الدراسه مهم في الوقت الحالي؟ طبعا ده اهم حاجه، عشان لازم نهتم بالتعليم اول حاجه عشان البلد ترتقي. لو ما اهتمناش بالتعليم هيبقى كل اللي بعد كده مش هيعتبر اي حاجه، كل اللي جاي هيبقى جيل مش فاهم حاجه. لازم التوعيه برضو في الجامعات والحاجات ديت على ايه نظام الثورات ازاي، السلميه ازاي كده. انت شايف ان هو رجوع الكليات مهم، وان هو يبداوا يقعدوا الناس جوه الكليه؟ ايوه مهم جدا، هو اول حاجه نرتقي بيها عشان الثوره تنجح التعليم، عشان الجيل اللي جاي هو اللي هيفهم، هو اللي هيعمل الصح. بس بقى الجامعات والحاجات ديت هي اللي تفهم الناس.